سؤال الشيخ، ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح؟ لأنه أشكل على كثير من الناس أنهم ذكروا أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي، وهذه العادة الآن عند كثير من الناس يعني. نعم، إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها، يعني مقدم رأسه، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء، فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها مثلا، ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لئلا تنزعج. أما إذا كانت المرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يسمعها إياه. وأما الصلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، فإن فعله الإنسان فحسن، وإن لم يفعله فلا حرج عليه. وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلا. نعم.